وسط تصفيق وتشجيع ممن تجمعوا حولهم، لاعب الباركور الغزي أمير الغرباوي وأصدقائه يبثون الحياة بين النازحين رغم معاناة الحرب. في الحرب إنه لأن الدنيا هان ضغوط، ما تعرف الحرب هنا كل النازحين يتعرض لضغوط، فما كان في مجال إنه نفرغ هذه الضغوط سواء إلا في رياضة الباركور. وغير هيك إحنا لما نلعب ونشوف الأطفال بنبسطوا، هذا بيعطينا أمل كبير. الغرباوي يمارس الباركور منذ 12 عاماً، تعرض لعدة إصابات خطيرة قبل احترافها وسط تشجيع من أهله وأصدقائه، رغم صعوبات واجهها بسبب قلة الإمكانيات في القطاع. في بيتنا اللي انقصف كان لي نادي فوق أنا عامله بيدي أنا وبن عمي، فانقصف البيت لقيت وراها المعدات وراها. النادي كان عبارة عن خشب، يعني كنا نجيب خشب نشوف مثلا الادوات البرة ونقلدهم في الخشب اللي عندنا. الحرب انهكت الغرباوي كجميع الغزيين، اللاعب خسر عددا من اصحابه في الفريق بعد ان قتلهم القصف الاسرائيلي، ونزح اكثر من 8 مرات منذ 64 يوما، فيما يحاول الموازنه بين تمارين الباركور وعمله على كشك قهوه وشاي افتتحه مع شقيقه في مكان نزوحهما في المواصي لكسب قوت يومهما. هي كانت المشروع الوحيد هنا، ما كانت متنقلة معي، ولأنه هنا الظروف صعبة فاضطرينا نعمل هذا الشيء لحتى نكمل.